اليوم يوم مميز، كنت حضرت في صباح الشروق يوم مميز بمناسبة عيد الأم، فعيد سعيد لكل الأمهات الجزائريات، عيد سعيد إلى كل الأمهات اللي عملوا معايا بقناة الشروق، وتحية كبيرة أكيد لرئيسة تحرير برنامج صباح الشروق اللي كانت أبدعت اليوم باختيار الضيوف، وكانت حلقة مميزة. فيلا بوحدبة كذلك هي أم، نقولوا لها عيد سعيد وكل عام وهي بخير. عيد سعيد كما قلت لكم لكل الامهات اللي عملوا معايا على قناه الشروق. قبل ما نبدا بلي سبونسر، قبل ما نقول لكم شكون الاخر، كذلك معايا الام بشرى. مشاركي بشرى، عيد سعيد وكل عام وانتم بخير، وكل عام خاصه انت هكذا مع بنياتك ان شاء الله، والعقوبه لكل السيدات ان شاء الله يا رب يسمعوا كلمه ماما ويكونوا امهات ان شاء الله ونحتفلوا بهم. تفضلي بشرى، رحبي بجمهورك. احلى جمهور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تابعوا فينا. كل عام وانتم بالف خير، ربي ان شاء الله يحفظ لكم كامل وليداتكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مع هاد العواشر ان شاء الله ربي يعمر حجرك الوليه ان شاء الله. نشوف حبيبتي ان شاء الله، وراح حبيبتي ان شاء الله، راني متاكده انه سميه راح تكون احلى واغنى وكما يقولوا احن ام في العالم. ربي يحفظك بشرى، شكرا لك حبيبتي، الله يرزقك ان شاء الله كل خير يا رب انت وكل المشاهدات. اكيد اليوم في راح يكون مميز، لماذا؟ راح نستقبل اتصالاتكم، واليوم راح يكون يوم للاهداءات. معلش حنفتح اليوم انه يكون نستقبلوا فيه اهداءاتكم لامهاتكم اللي لمن تحبوا تقدروا تتصلوا بينا، وحنا دائما نقولوا انه عيد الام فقط ماشي الام البيولوجيه فقط اللي جابتنا، تقدر تكون الاخت، تقدر تكون الخاله، تقدر تكون العمه، الانسان اللي نلقاو فيها حنان الام هي الام اكيد اللي نهدوا لها كل الكلمات الجميله، وكل الكلمات يعني لو تحدثنا فيها ما حش راح تافي ولو هكا جزء قليل من واش تعبوا علينا، واش سهروا علينا، واش قراونا، واش ضحوا علينا، واش مازالوا يضحوا، واش خرجونا. انا نقول اهم هديه اللي نقدموها لوالدينا، خاصه انه رانا مقبلين على فتره الامتحانات ان شاء الله، الباك والشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، أهم هدية تقدموها للأمهات ديالكم هي الفوز، هي لما تشوف ابنائها وثمرت يعني هذاك المجهود تاعها كامل تشوفه ناجح وتشوفكم فرحتوها، يعني هذاك هو أهم هدية تحبها الأم، مش فقط الأم حتى الأب. يعني في زوج الوالدين يعني وصى عليهم الرسول ووصى عليهم الله سبحانه وتعالى، يعني فأهم حاجة فرحوها وتكون كما نقولوا ثمرت الجهد تاعها والتعب تاعها هو نجاحكم إن شاء الله. فاليوم كما قلت لكم يوم مفتوح للإهداءات، لكن في نفس الوقت لازم يكونوا فيه وصفات، الوصفات اللي وعدناكم اليوم. بشرى كذلك خيرت هدية لكل المتتبعات دياولها، أكيد أنا نخليها هي تقول لكم شنو الهدية اللي جابتها لكم اليوم بشرى. سمية كنقولوا الأم نقولوا المخبوزات وذيك الريحة البنينة كي تدخلي الدار وتشميها. خيرت اليوم بيان سور تلبية لرغبتكم توما، كنتوا حابين ورشة خاصة بالعجينة المورقة المخمرة الخاصة بالحلويات، يعني لي كرواسون بتي بان، هذو الأمور اللي يشروهم برا. خيرت اليوم إن شاء الله نديها لكم كهدية، نتمنى إن شاء الله تكون هدية تليق بكم وإن شاء الله كامل تسيوها وتعجبكم ان شاء الله. اكيد راهي على الطاوله، شوفوا لي هذه الطاوله المزينه بهاد العجينه المورقه المخمره اللي كانت دارت بها، راكم تشوفوا لي كرواسون، لي كرواسون بان سويس كي دايره هكذا بزاف، عطيني الانواع تي بان فوالا، كاين لي دانيش وكاين لي سوشون. انا خفت، لا لا المخمره، العجينة المورقة المخمرة، خاطش العجينة المورقة راهي معايا فلا، العجينة المورقة يديروا بها المملحات، راني تعلمت فلا راني تلونسيت، والعجينة المورقة المخمرة اللي تخمر يديروا بها الكرواسون بتي فان صافي ك لافينوازغي. حنا دخلنا دوكا لافينوازغي، قولي لها عم بالها وقيلا ما نعرف. تعرف تعرف برك هادوك واسمهم لي دانيش، شنو اسمهم؟ كاين لي دانيش، كاين هادوك لي دانيش ما حبيتش نقولهم باسكو خفت نقول لك هانيش تما قلت لها تيقول. كاين بزاف سميت دخلت جيب هاد لاباط واحد 20 موديل تخي بيان، يعني باش ما نترفعو عليهم جبنا انا ماكا دي موديل سامبل تخي بيان تخي بيان. اكيد راح نشوفوا كامل هاد الوصف تاعهم وكامل الاسرار كيفاش تعاملوا معاهم، كيفاش تخرجوا لهم، كيفاش راح تنجح لكم. لكن بيان سي قبل ما نبدا لازم نرحب بالممولين. يلا ناخذوا الاتصال ومن بعد نرحبوا بالممولين. الو الو الو، مساء النور. مساء النور.
مساكي الاخت سميه. الحمد لله، مرحبا، شكون معنا؟ معك ام رؤوف من برج البحري. ام رؤوف، مادام قلتي لي ام رؤوف، شكرا بشرى، مادام قلتي لي ام رؤوف فنقول لك انا صحه عيدك وكل عام وانت بخير، وان شاء الله يا رب دائما تبقاي هكذا فرحانه بوليداتك. واش عندك غير رؤوف؟ ان شاء الله. انا عم لا عندي رؤوف وطاهر. ربي يحفظهم لك ان شاء الله، ربي يحفظهم لك يا رب. بمناسبه عيد الام نحييكم كامل، شاف بشرى تانيك قولها صحة عيدكم كاع الأمهات تاع الجزائر اللي يسمعوا فيا، وبيان سور بلا ما ننسى ماما جوجتي نطلب طوال العمر إن شاء الله وربي يحفظهم صحتهم إن شاء الله يا رب. أكيد وإنتي تربي رزقك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، وكل المحرومين يا رب إن شاء الله. وليدي هاو يسال عليك قدامي قالت نحبك بزاف، تقدري تهضري مع أختي مية دوزو بيان سور بيان سور. شكون هذا؟ الحمد لله اللي حكمناك اليوم سعفني الحظ عيد الأم، عندي شحال وأنا نعيط وحدي فرصة اليوم الحمد لله. شكون هذا؟ آدم ولا طاهر؟ لا لا اسمه عبد الرؤوف. عبد الرؤوف، يلا مرحبا. ألو ألو عبد الرؤوف، واش راك؟ لاباس. شحال في عمرك؟ ستة. ستة؟ واش درت واش درت هديه اليوم لماماك ولا ما عندكش دراهم؟ قولها ريحه. ما عندكش ريحه؟ درت لها ريحه يا عمري. ومين جبت دراهم من عندها ودرت لها ريحه؟ من بابا. من عند بابا درت لها ريحه، برافو، يعطيك الصحه. ولازم تقرا مليح، هذاك هو الهديه تاعها، على بالك. واش راك تقرا سنه اولى؟ صح، يعطيك الصحه. راه وحشمان هذا وينكم الاختبار؟ ربي ان شاء الله هاد. الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله تشوفيهم في اعلى المراتب، ان شاء الله تشوفيهم في اعلى المراتب ان شاء الله. ان شاء الله مام الاخت بشرى نقولها تصحى عيدك ان شاء الله. هاي تسمع فيك، هاي تسمع فيك. تفضلي بخير حبيبتي وشراكي. الحمد لله انت ثاني تعطيك الصحة. الله يسلمك حبيبتي. عجيب رزقك ديريهم. برمزي يا حبيبتي. ما شاء الله، ربي يوفقكم ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله. معليش نعطي تحيه نمد اليوم نخوتو نهار اهداءات. يلا ماشي راكي درتي اهداءات، هيا معليش زيدي شويه. نزيد معليش. لا فامي كوزي ومحيوت مين ما كانوا ان شاء الله. كامل صحه عيدكم، يعطيك الصحه. ربي يعاونكم. شكرا، ربي يحفظك. مع السلامه. مع السلامه. يلا اكيد كما قلنا اليوم راح نسمعوا اهداءاتكم كامل الامهاتكم والامهات اللي الناس اللي فقدوا امهاتهم، ونقول لهم ربي يرحمهم ان شاء الله يوسع عليهم وان شاء الله تلقاوهم في الجنه. انا نرحب بالممولين على السريع هكذا، نرحبوا بالممول تاعنا باتيسي بانواع الشوكولا، شوكولا بيضاء سوداء بالحليب وكذلك بالبندق كممولي البرنامج. ممول اخر كذلك سوسيمي حاضر معنا بالكسكس، كسكس سوسيمي، وكذلك لي تاغلياتيل اللي دائما تشوفوا هذا المنتوج وهذا الممول معنا في برنامج الو شيف. ممول اخر لابيل، هذا الممول الغني عن تعريف بمنتوجاته، حضر معنا بارز بسمتي كممول للبرنامج. ممول اخر كذلك مشاهدينا مارغارين ماني، حضر معنا بالمارغارين وكذلك بسمن ماني، هادو كامل تلقاهم في الاسواق الجزائريه. كذلك ممول اخر الحاره، حضر معنا بطماطم الحاره وكذلك المايس وشامبينيون لنفس المجمع، مجمع الحاره اللي حاضرين معنا كممول للبرنامج. نبداو على بركه الله، اكيد لازم اليوم يعني ساكته، لازم نسمعوا الوصفه ونحفظوها ونفهموا كامل لي زاسيس تاعها. يلا تفضلي بشرى. هنا سميه بالنسبه للوصفه تاعنا، عندنا لاباط تاعنا تاع العجينه مورقه المخمره، واش فيها كامل؟ شوفوا هنايا لو برينسيپ تاعها برس كيما العجينه المورقه اللي نخدموها، يوفي نخدموها يعني نوزنوا العجينه ماشي الفارينه. هنايا درك نبداكم انايا بالفارينه، ومن بعد نتوما تتبعوا معايا، لازم يعني ماشي ما تدوش غير لي زانغغيديون وتحتفظوا بالوصفه، لازم تتبعوا لي زيتاب تاعها كامل. قلنا هنايا واش عندنا كامل؟ عندنا هنايا كيلو تاع فارينه، هنا لا فارين تاعنا لازم تكون تي 55. هنا عندنا كيلو تاع فارينه، عندنا حوالي 100 غرام 100 حتى 150 غرام تاع سكر. هنا بالنسبه للحلاوه نتوما تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا، باسكو كاين وين دي فوا نديروا دي كرواسون فوغي داخل بلي كريم بلي شوكولا وكامل، يسمى ما نستحقوش الكرواسون تاعنا يجينا حلو بزاف. يعني الوزن تاع السكر تاعنا يتراوح من 100 حتى 150 غرام تاع
سكر. عندنا هنايا الحليب بودره حوالي 25 غرام في كيلو تاع فارينه، عندنا 20 غرام تاع خميره فوريه. بالنسبه للخميره الفوريه، كي نقول خميره فوريه معناتها خميره تاع الخبز ماشي الخميره تاع الحلوه. هنا قلنا عندنا 20 غرام تاع خميره فوريه، عندنا حوالي غرام ولا زوج يعني غير شويه برك، تقدروا ديروا حتى رشه صغيره ولا على يعني راس المغرف، خميره كيميائيه. اللي يحب يدير محسن يقدر يستعمل المحسن، مي انا دو بريفيرونس ندير محسن احسن، ندير الخميره عفوا الخميره الكيميائيه احسن، لانه محسن شويه ماهوش صحي. هذه بالنسبه للخميره الكيميائيه. عندنا هنا حوالي 100 غرام تاع زيت، وعندنا حوالي 20 غرام تاع ملح. هنا بالنسبه للانغريديون كما قلنا، عندنا كيلو تاع فرينه النوعيه تاعها لازم تكون تي 55، عندنا كيلو تاع فرينه 25 غرام تاع حليب بودره من 100 حتى 150 غرام على حسب الحلاوه اللي تحبوها الثومه تاع سكر عادي، عندنا 20 غرام تاع خميره فوريه اللي هي خميره الخبز، عندنا غرام حتى زوج تاع خميره كيميائيه، تقدروا تعوضوها بمحسن. هنا المحسن كاين اللي يحب يستعملوا كاين اللي لا، من الاحسن ديروا في بلاصتو خميره الخبز احسن، خميره الحلوه احسن. عندنا حوالي 100 غرام تاع زيت. هنا واش نديرو؟ المكونات الجافه كاع نخلطوهم كيف كيف. انا هنايا ما درتش كيلو تاع فرينه، درت يعني كلش لا مواتي، درت كلش يعني نص تاع الكميه باسكو ما نسحقش عجينه بزاف. هنا نخلطو كامل المكونات الجافه تاعنا مع بعض، ومن بعد نزيدو حبه تاع البيض والكميه تاعنا تاع الزيت. هنا قلنا عندنا 100 غرام في كيلو تاع فرينه، انا هنايا درت النص يعني حندير غير 50 غرام برك، وندير حبه تاع بيض. هنايا بعد ما خلطت المكونات الجافه تاعي انا كنت كامل درتهم من قبل. هنا ماشي لازم بيتخان، حبوا ديروا بيتخان ديروا بيتخان باش تسهلوا على روحكم، خصو كي ديروا كونتيتي كبيره حبيتوا بيديكم يعني تقدروا تخدموها بيديكم برك الطريقه. بسوا يعني خلطوا كامل المكونات الجافه مع بعض، ومن بعد زيدوا الزيت تدريجيا، زيدوها نورمال يعني نوزن فيها برك انا. اها شحال زيت في كيلو تاع فرينه؟ يديروا 100 غرام، انا هنايا كي قسمت لا كونتيتي درت 50 غرام برك. نديروا حبه بيض، من الاحسن الحبه تاع بيضكم بدرجه حراره المطبخ راح تساعدهم اكثر. ايه يلا اعطوني الوصفه ثاني على الشاشه هكذا باش يقدروا يصوروها راهم او ميم طون يتبعوا مع بشرى. فوالا هنا شوفوا، هنا بعد ما نديروا حبه تاع البيض والزيت، الثومه اللي خدمتوها بيديكم دخلوا مليح هذيك الزيت، بسوها مليح في هذيك المكونات الجافه تاعكم والحبه تاع البيض تاعكم ثاني. ومن بعد واش نديروا؟ عندنا هنايا بالنسبه لكميه تاع الماء من الاحسن تكون يعني بالميزان، يعني ما نديروش لازم لاباط تاعكم ما تجري لكم، شو كان تجري لكم لاباط تاعكم بعدا كي نجيو نديروا لي توغ تاعنا ونزيدوا لا مارغارين تاع الفيتاج راهي رايحه تخرج لنا كامل وما راحش نمحشي نجح حنا الفيتاج تاع العجينه تاعنا. يسمى هنايا قلنا في كيلو تاع فرينه نديروا 400 غرام ولا 400 مليلتر تاع ماء. الماء تاعنا الا كنا في سخانه نديروه من الفريجيدا لازم يكون بارد، الا كان الحال يعني ماهوش سخونه الحك تكون الكوزينه تاعكم بارده ولا تقدروا ديروا الماء يعني ماشي لازم يكون في الفريجيدر. هنا بالنسبه للصيف لازم ديروا الماء يكون في الفريجيدر باش لاباط تاعكم ما تخافوش يعني الماء بارد يخسر لكم العجينه، ماهوش رايح يخسرها برك باش يعني تديفلوبي لكم لاباط تاعكم في عقلها. هذه بالنسبه للنصائح على الماء. دوك هنا واش ندير؟ ندير لك الكروشي تاعي، نخلط كاع المكونات كيف كيف ونزيد لها حوالي 200 غرام ولا مليليتر تاع ماء، اني درت نص تاع كميه يعني نقولوا نعاود. انا هنايا ما درتش كيلو كيما نتوما في ديوركم، راكم حابين تسيو هذه الوصفه حبيتوا تسيو حشيه ولا تقدري ديري في عوض انك ديري كيلو تاع فرينه ديري غير رطل برك، رطل هذاك راح يخرج لك واحد كيلو تاع عجينه. يسمى ما تقوليش رطل ما حشي كفيني، كي راح تزيدوا له هذه المكونات تزيدوا له لا مارغارين دو فيتاج راه رايح يعني تديفلوبي لكم وتجيكم عجينه اكثر. يعني خاصة لي أنا نقول للمبتدئات اللي أول مرة راح يجربوا الوصفة، من الأفضل أنه دائما نجربوا كمية قليلة هكذا باش نحكموا ونعرفوا واش لازم نزيدوا لها واش ما لازمش، يعني كيما نقولوا نتعودوا عليها نشدوا بها يدينا باش نتعودوا على العجينة، خاصة كيما قلت اللي داروها أول مرة. سهلة بزاف سهلة، عايش هي ورشه راهم يعلموها برا كما قلتي لي بشرى و يقروها بوكو بليس رجال سميه، وانا قريتها عند شاف. هنا سميه بالنسبه للفينوازي قلت لك يقروها بوكو بليس رجال، وعلى بالي بلي بزاف نساء ما يقدروش يخرجوا يقراو عند رجال، بالك كاين اللي الاب تاعها ما يحبش، كاين اللي خوها، كاين اللي راجلها، ونحترموا بيان سور كاع الاراء وكل واحد يعني هذه حريه شخصيه. صح
صح. اسمها نحبس لهم كهكا هدية وإن شاء الله لم يستسقوا بها سمية يعني صح. كي يخدمهم هكذا رأي حاجة بغير بروفيسيونيل ما ليش حاجة كوميرسيال سمية صح. لابات تعنا هي بات بنينة يعني كخواصان بنينة مش ديك كخواصان يتوكلي برا بركين اللي وين ديفهم كيش بنا صح صح سيوحة تأكلي برك حشان عما في كارتون ولا تحسيش بلي كيفيه قو مي هذا فيه في يعني فيه كمية مريحة تاع زبدار أو يعني مش حاجة كوميرسيال صح. كانوا طلبوها يعني وصفة الكرواسون بتيبا كنتوا طلبتوها يعني بكثرة أنها تكون حاضرة في البرنامج فحبينا اليوم ورشة اللي تروحوا تقراوها بالرب دراهم وكما قالت غالية بشرة ويقروها حتى يعني رجال مش حتى نساء احنا عطينا لكم الوصفة باطل كهدية مدتها بشرة لكل المتتبعات الأوفية تاع الوفية عفوا تاع برنامج ألو شاف. يلا تعليقات راهي هايله ما نقدرش نقراو مانيش حابه نكوبي لكم بشره باش تفهموا الوصفه. تعليقات كلها اهداءات لامهاتكم ربي يطول دائما نقول ربي يطول في اعمارهم ان شاء الله يا رب ويفرحوا بكم والمكلفين عيادهم في الجنه ان شاء الله ان شاء الله ربي يعمر حجر كامل السيدتي راهم يشاهدوا فينا ان شاء الله والله لا يحرم وحده من سماع كلمه ماما ان شاء الله يا رب ربي يرزق بها كل محرومة إن شاء الله. يلا الوصفة راهي موجودة مكتوبة راهي على الشاشة. بالمناسبة كذلك تحية لزميلتي في البرنامج آسيا نقولها عيدك سعيد وكل عام وانت بخير. شيف كريمة كانت مرت من خلال برنامج صباح الشروق اليوم كضيفة كل عام وهي بخير إن شاء الله عقبال النادية يا رب وكامل زميلتي بقناة الشروق إن شاء الله. يخرج يخرج الصوت هدري عادي حبيت تحكي معلومة. هنا سمية شوفي هنا كي نديروا المتانة نديروا دفعة واحدة يعني ماشي ما نقدرش نديروا في غد العقل هنا بالنسبة اللي تعجنها بيدها تعجنها حوالي 15 دقيقة ربع ساعة لازم لافاتانة تعجن شوية ماشي تعجنيها تعجنيها شو كمان خبز فوالا تعجنيها شوية تخليها تريح غير دوبل الفوليوم تاعها نكملوا لي زيتاب الاخرين يعني فيها غير هذه لي تاب تاع العجين هذا ما كان ولا عجنوا هذا البيت خاوح ل 10 دقائق 12 دقيقه ماكسيموم خابية تكون واجده على فات تاعنا وباليد يعني تشد 15 دقيقه نزيدوا 3 مينوت حنا نعجنوها خابية ونزيدوا في الماء ايه ايه وكنت تزيدي في الماء غير بالعقل سينو زيدي قال معلاتي وراكي تعجني فيها ما تخافيش كامل خابية يلا هي لكن اتصال تستقبلوا اتصال الوصفه راهي على الشاشه تقدروا تصوروها وتابعوا مع الشيف بشرى اكيد الحلقه. نعاودوا دائما نذكروا انه البرنامج يعاد بثه في الليل تقدروا تشوفوه بعد انتهاء المسلسلات اكيد والبرامج وكذلك الحلقات اللي تلقاوها في اليوتيوب. بالنسبه للناس اللي يحبوا يعاودوا الوصفات كل الوصفات على البرنامج تلقاوهم على اليوتيوب ولا تلقاوهم كذلك في هذا البث تلقاوه يعني في الصفحه الرسميه لقناه شروق تي في دائما في الفيسبوك. يلا بشرى وشنو ليتاب الاخرى؟ هنا سمية الى قدر نمد لهم لاكخام اها نخدموا لاكخام تاعنا. هنا بالنسبه لاكخام تاعنا واش فيها كامل لاكخام هنايا انا حبيت ندير لهم دي كواسون فوغي يعني معمرين بلاكخام. كنت درت هنايا الكواسون فوغي بلا بات بيستاج بالكولي دو فريز ودرت ثاني بشوكولا ودرت ثاني بلاكخام باتيسيير. هنا لاكخام باتيسيير بزاف يديرهم يخدموهم كمشاريع يعني حاجه رخيصه بارابور شوكولا كامل صح. بالنسبه لاكخام تاعي كنت درتهم بليزيور فوا مي معليش التفكير حبيت نزيد لهم هكذا لاكخام تاع اليوم نعاودوها ونغير فيها شويه. قلنا هنا بالنسبه لاكخام تاعنا واش عندنا كامل عندنا 500 مليلتر ولا غرام تاع حليب ديروا في كاسرونه هنايا نديروا الحليب تاعنا وحده يطفى. هذه لا كريم باتيسيير اللي تقدروا ديروا بها يعني الحشو تاع هذاك الفوغاج تاع لي كرواسون ولا لي كرواسون مام لي دانيش عمرناهم بلي باتيسيير مام لي بان سويس درنا لهم داخل طبقه من لا كريم باتيسيير وبزاف يعني ماهيش مكلفه يعني لتر حليب دير لكم كونتيتي كبيره. هنا قلنا عندنا نص لتر تاع حليب راح نزيد هنايا 60 غرام تاع مايزينا نديرها وحدها بون نبداو بالمايزينا هي الاولى عندنا 60 غرام تاع مايزينا فوالا عندنا 100 غرام تاع سكر عادي يعني سكر تاع القهوه
عندنا حبة عبيب. هذه بالنسبة للكريم باتيسير اللي راكي تحضري فيها. الحليبة هو يدفى. يدفى دوخوتي. هنا برك مازال مش عالتلوش. لاجينا في نفس الوقت راهي راهي في البيترا. حبيت نعطيها حقها، حبيت هكا نشوفوها يعني الوصفه تخرج صح. حبيت نوجدها من قبل باسكو شتي في الطريق وكاع تخمر لي، ما حبيت يشوفوها هنا على المباشر. صح يشوفوا طريقتها. وهذه هي الورشه يعني دائما اللي نمدوهم احنا، نمدو كل الاشياء. والحاجه المليحه انه يعني راهم يطيبوا قدامكم. كما البارح كانت دارت الشيف ناديا الفريزي، كان بزاف بنين طاب قدامكم، ويعني كل المراحل تاع الفريزي شفتوهم، كان بزاف تفاعل، كان بزاف اللي عاودوا الاخر، كان بنين. يعطيها الصحه. واليوم ثاني راح نشوفوا هذه الوصفه مع الشيف بشرى. هنا شوفوا كنا درنا هنايا 60 غرام تاع مايزينا، 100 غرام تاع سكر عادي، وحبه بيض كامله. ها نخلط هذه المكونات كيف كيف، لو طون اللي تفالي الحليب تاعي، ندير الحليب تاعي لهنايا ونرجح كلش الكاسرونه. كما تعودتوا على ليكرام تاعنا نخدموهم. شوفوا هنايا الحليب تاعي بعد ما دفى، نضيفوا لهذا الخليط، نضيف غير بشويه. يلا في نفس الوقت كاين اتصال على ما اظن. الو الو، مساء النور. مساء النور اخت سمية، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راكي؟ راكي بخير الحمد لله. مرحبا، شكون معنا؟ الحمد لله، معك ام ريتاج من عين بنيان. ام ريتاج من عين بنيان، عيدك سعيد وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، ربي يحفظك ان شاء الله، يعقوب عليك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله اليوم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نقول للشاب بشرى عيد سعيد ان شاء الله. ان شاء الله بيطلعها بخير على خير ان شاء الله. يسمع فيك. تفضلي بشرى. مساء الخير حبيبتي، كل عام بخير. مساء النور، كل عايشك وانت يا ثاني بشرى. الشاب بشرى راكي لاباس؟ ولا عصابه الحمد لله. وانت يا الحمد لله. والله الحمد لله في نعمه. الحمد لله نشوفكم هكذا وتقدمونا وصفات رائعه كما هذه، والله غير ما شاء الله. الحمد لله. يسلمك حبيبتي، يسلمك. راكم منسينا. يسلمك، يعطيك الصحة. حبيتي اليوم الوصفة؟ حبيتي وصفة الكرواسون؟ عجبوني، عجبوني الوصفة تاع اليوم. يلا إن شاء الله تعاوديهم في الدار وينجحوا لك. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله أمريتي. إن شاء الله يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على الوصفة. وفيكي بركة. راكي ما شاء الله أخت سمية. شكرا شكرا، ربي يحفظك. يعيشك. شكرا لك أم ريتاج، يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة أنتم ثاني، وعام سعيد لكل أمهات الجزائر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، عيد سعيد وكل عام وهما بخير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب. الشيف بشرى برك على العجينة المورقة. مش حبيتي من عند الشيف بشرى؟ نسقسي على العجينة المورقة برك. تقسيها تفضلي. إيه. أريد أرفع لنا فقط صوت شوية. ايه العجينه المورقه نقدروا الكرواسون نقدروا نخدموهم بالعجينه المورقه تاع العاديه. ايه عجينه مورقه اللي كنا درناها من قبل. نعم. اه شوفي حبيبتي، هذيك سبيسيال، هذيك ماشي داخله في لافينواز غير باسكو الكرواسون راهم بين لاباتيسري كلاسيك، يعني راهو في لاباتيسري كلاسيك فينواز غير هي من احسن الوصفه تاعو الاصليه تاع اليوم. تاع اليوم فوالا. يجيك خفيف، يجيك هايل، ما تخسري والو حبيبتي. بالعكس الاخرى شويه واعره على هذه، فيها 5 تور، هذه فيها 3 تور برك. هذا ما كان. ان شاء الله نجربها. ان شاء الله ان شاء الله نجربها. بارك الله فيك، بارك الله فيك الشاب بشرى. وفيكي بركه، ديما متالقين. وفيكي بركه، ربي يحفظك. ان شاء الله. مع السلامه. صحه الاخت امس. مع السلامه. بارك الله فيكم. مع السلامه. مع السلامه. يلا كما قالت لكم شاب بشرى، يعني من الاحسن ولا لازم، يعني هذه هي العجينه المورقه المخمره اللي نديروا بها الكرواسون وكامل هذه الانواع. يلا بشرى، واش درتي؟ خلاص العجين؟ لا العجين سي بون حبست، معليش باسكو الله غالب الوقت ضيق، وكان نعطوا كل حاجه حقها ما عادش نكملوا ساعه ونص. هنايا انا مع لاكخام تاعنا نوجدوها باش تبرد لنا. كنت درت 60 غرام مايزينا، 100 غرام سكر عادي، درت معاهم حبه بيض، خلطتهم كيف كيف، ودرت نصيتها تاع حليب يعني تفا دو كوتي، بعد درت كاع لي زانغغيدون كيف كيف. هنايا شوفوا ثم راهي راحه تعقد لكم لاكخام تاعكم. شوفوا هنايا ديجا راهي وجدت، انا نحيها ونزيد لها قيس واحد المغيرفه تاع لا مارغارين ماني. الحاجه المغايره في هذه الوصفه تاع اليوم
كي تعمروا بها لي كرواسون ولا راح نزيد لها لا شونتي باش تجيني خفيفه، مش حنزيد لها كميه كبيره تاع زبده، كميه صغيره فوالا دير لها غير قسم غير فابرك على جلقو ولا على جولي لي اون كريم ليس يعني باش يسالي لا كريم تاعي، وتغير ثاني فلوكو على بالنا بلي لا مارغارين نزيد لها هتعطيها ذوق فوالا هاي مغاي. يلا هذه لا كريم باتيسير اللي درنا بها الفوراج تاع لي كرواسون وكذلك ميم بان سويس كذلك لو نو اي درنا له ثاني داخل يلا كاينه السيده متتبعه وفيه للبرنامج عندها اهداء من عند زوجها سيده شعباني اسيا من الجولف يقول لك كل عام وانت بخير كل عام وانت تاج راسي ربي يشافيك ان شاء الله. وكنت تحدثت معها تحاول تتصل بنا عده مرات لكن ما حكمتناش. شعباني اسيا الف تحيه ليك وكل السيدات ومن عند الزوج ديالك. كاين بزاف اوفياء هذا البرنامج اللي يتصلوا لكن ما يسعفهمش الحظ انهم يحكمونا، لكن في كل مره نتلاقاو هكا مع الزوج ولا مع الابنه ولا الابن ولا يقول لك ديري لي اهداء للوالده. كذلك السيده الربح خالتي الربح والده زميلي ياسين بن عوده كذلك راهي تشاهد فينا، نقولها عيدك سعيد وكل عام وانت بالف خير يا رب. يلا نرجع لك هنايا سميه شفي بعد ما كنا خدمنا على الكام تاعنا نعاودو نقلبوها في غيسيبيون واحد اخر نديرو لها كيم اليمون تاع ولا هكذا بابي كويسون نغطيها كونتاكت من الاحسن نخليها شويه تبرد يعني على برا وبعدها غير نحسها بلي خلاص طفات لي نديرها في الفريجيدير. بالنسبه ليتاب تاعها الاولى خبي غطيها بشرى وحنا نروحوا على اول فاصل للبرنامج اللي تعودتوا عليه كامل. قولوا عيد سعيد لكل الامهات الجزائريات اللي راهم يشاهدوا فينا اكيد والوفيات كذلك للبرنامج. اليوم ورشه للعجينه المورقه المخمره اللي تقدروا ديروا بها اللي طلبوا الكرواسون اللي طلبوا بتيبان اللي طلبوا بان سويس يعني كل هاد الانواع ما فاتكمش بزاف. العجينه فقط واش كانت دارت فيها راح تعاود تذكركم اكيد بشرى ولا كريم باتيسير هذا واش درنا يا خي فوالا ما فيهاش بزاف لي زيتاب سميه بزاف سهله والحاجه مليحه كي تقدري غير بشويه هذه الفيرميسال هذه الشوكولا يعني ديري شحال من نوع يعني ماشي حاجه كبيره. هنا بالنسبه للوصفه تاعنا تاع الكرواسون قلنا العجينه المورقه المخمره واش درنا فيها كامل. انا هنا كنت درت لا مواتي درت باسكو دير لنا كونتيتي كبيره كيما نتوما كيلو في الدار راح ندير لكم كميه كبيره. من الاحسن ديروا رطل سيوها عجبتكم تشوفوا ما من الفوق تاعكم كيفاش حيطيبها لكم ومن بعد الا عجبتكم عاودوها باسكو راهي سهله ماهيش حاجه واعره. واش عندنا كامل عندنا كيلو تاع فرينه من الاحسن الفرينه تكون تي 55. هنا بالنسبه للي مارك كاين بزاف لي مارك ليسونسيال شوفوا يعني النوعيه تاعها تكون تي 55 هذا ما كان كما كنا درنا في العجينه المورقه العاديه. عندنا هنايا قلنا حوالي من 100 حتى 150 غرام سكر عادي. هنا نتوما والحلاوه اللي تحبوها الا كانوا لي موديل اللي حديروهم بهم راح يكونوا فوغي بلي كريم بلي شوكولا وكامل سيو كيفاش ديروا 100 غرام ما تكثروش بزاف باش ما يجيش حلو بزاف يعني ما يجيش يقهم. ويلا حديروهم هكذاك فارغين يعني دي كرواسون ساب ديروا حتى 150 غرام تاع السكر. درنا حوالي 25 غرام تاع حليب بودرة درنا حوالي 20 غرام تاع خميرة فورية اللي هي خميرة الخبز حوالي غرام حتى الغرامين تاع الخميرة خميرة الحلويات ولا محسن تاع المخبوزات. هذا كان نحسو شوية ماشي صحي من الناس يستخدمهم يعني المحلات ولا تقدر تستعملو. درنا حوالي 20 غرام تاع ملح كمية تاع الملح لازم تكون 20 غرام يعني ما تخافوش يجيكم مالح ولا في كيلو تاع فرينه دائما تبعها 20 غرام تاع ملح. لافاني باش نقول لكم عليها لافاني يعني باش تنكه لكم ديك الريحه تعطيكم يعني لاباط تاعكم ريحه شابه وكي تاكلوا لي كرواسون تاعكم ما تحسوش بهذيك الريحه تاع الخميره الفوريه. هنا بالنسبه للمواد الجافه تاعنا قلنا نخلطوهم كامل مع بعض ومن بعد نزيدوا البيض. هنا بالنسبه للبيض عندنا في كيلو فرينه شحال حبه تاع بيض خلطناهم كيف كيف وزدناهم وعندنا حوالي 100 غرام تاع زيت نخلطوا كامل هذه المكونات كيف كيف ونجمعوها ب 400 مللتر تاع ماء. خابيه سهله يعني ما فيهاش فوالا. احنا بالنسبه لاباط تاعنا قلنا الا كنتو في الصيف ديروها بماء بارد الا كنتو هكا الحال بيان ولا تقدروا ديروها يعني الماء ملعين ديراكتومون. هنا العجينه تاعنا نعجنوها بالبيتخان حوالي 12 دقيقه الا عجنتوها بيديكم حوالي 15 دقيقه نتوما تشوفوا بلي هذيك لاباط تاعكم ولا تكون امباتليس هذاك السكر تحسوا بلي خلاص ذابلكم تعرفوا بلي لاباط تاعكم سي بون يعني راهي ما تحتاجش عجين اكثر.
هي هنا من الاحسن في هاد لي تاب تاعك تعجنوها واحد 15 دقيقه تغطيوها تحطوها في الكونجيلاتور لمده نص ساعه. علاش نديرها في الكونجيلاتور؟ نديرها في الكونجيلاتور باش من بعدها يعني تكون لي واجده باش نخدم لها التوغاج تاعها. يعني كي نجي حنخدم بها هي اوتوماتيكمون كاين حنخدمها بالحلال حنديرها 3 تور هي راح تبدا تسخن لاباط تاعي. بالنسبه لنهيئها نديرها في الكونجيلاتور نص ساعه كي نجي حنخدم بها نخدم بها 3 تور ديريكت ما نقعدش نحبس فيها ونديرها في الكونجيلاتور شحال هي تربحي الوقت. هذه بالنسبه لهذا التاب. انا هنايا لازم ندير كاين التاب تاعي قدامكم. اروح هنايا نجيب العجينه تاعي. شوفوا العجينه تاعنا كيفاش راهي، راهي امبات فريمون. قلت لكم هنايا الكميه تاع الماء احترموها، قلت لكم 400 ملل تمام ما نزيدوش عليها. هنايا شوفوا كنت كملت عجنتها وكامل. شوفوا لاباط تاعي كيفاش راهي، راهي ليس، راهي هايله ما تخافوهاش كامل هاد لاباط. هنا باش ما نضيعلكمش ايتاب نقولها لكم دوكا. هنا بالنسبه لزبده التوريق، زبده التوريق كاين بزاف لي موديل. واش مختار نقول لكم باللي لا مارك الهايله هي لا مارك ماني، هي لا ميور. هنا العفسه المليحه فيها سميه واللي كامل حبوها العفسه السهله، يعني ما تقعديش تفتحي فيها وكامل. شوفوا تجي دايركتوم مفتوحه، يعني هذه هي العفسه اللي تخليك تخلي الواحد يخدمها برك. فوالا تخلينا نخدموها فاسيلمون. قلنا هنايا بالنسبه لزبده التوريق نستعملوا ماني، سيلو لما لقيتوش ولا تقدروا تستعملوا اي نوعيه ليسونسيال تكون تاع التوريق. هنا بالنسبه دوكا كيفاش نحسب لاباط تاعي وكيفاش نحسب شحال نضيف لاباط تاعي كميه تاع زبده التوريق. هنا كما قلت لكم قبل ما نحسبوش الفرينه نحسبوا لاباط تاعنا. دوك حنا درتي رطل تاع فرينه سي درتي له كاع داك المكونات كامل تحصلتي على العجينه. العجينه تاعك جيبيها هكذا زعما فايزون. ندير هاد لي تاع قدامكم يعني بعد ما نزيدوا لها كم مكونات نعاودوا نوزنوها. نعاودوا نوزنوها، هذه حاجه بروفيسيونيل. الناس اللي تحب تخدم هذيك زعما تاع الفرينه شحال نديرها، ندير نص تاعها زبده. هذه كوميرسيال، هما ما يحبوش يخسروا بزاف زبده. سميه تقول لك انا ندير، يقول لك انا في عودي نروح ندير كميه كبيره تاع زبده. يديروش ميم با زبده، يديروا الزيت. يديروا يديروا سميه بصح كما قلتي كثروا الزيت ينقصوا كميه تاع الزبده. يعني هذه تولي في العفسه الكوميرسيال. انا جو بريفير ميم انا في المحل تاعي جو بريفير نخدم حاجه تكون كاليتي تاعها مليحه ومعليش تكون غاليه. اكيد اكيد الناس تحب حاجه غاليه والمهم يعني ماشي غاليه غاليه بيان سور هذاك الواسط ماشي غاليه با لا ماشي مهم خاصه في الدار. بريفير نخسر عليها وتجيني بنينه ولا تجيني كما تاع برا. فوالا هنا واش نديرو، درت البول تاعي، درت الميزان تاعي للزيرو، وزنت لاباط تاعي. هنا بالنسبه لاباط تاعي جاتني 886 غرام، هذه بالنسبه لاباط تاعي ما يعني ما لحقتهاش الكيلو. مي كيما راهي دوكا نقسم هذا الميزان على ثلاثه نلقى شحال لازم ندير لا مارغارين دو فيتاج. هنا دوكا بالنسبه لهاد الكميه تاعي ندير فيها حوالي 221 غرام تاع مارغارين تاع الفيتاج. دوك هنايا نقطع معايا لا مارغارين. قسمتيها 286 886 نقسموها على 3. استنى دوك ندير 886 ديفيزي بار 3 طيح لك 29500 تقريبا 295 غرام. هنايا دوكا نوزنو لا مارغارين تاعنا. شوفوا راه يعني فريمون ماهيش تجيب برك تبيسي نحط فيه. هي من اجود يعني المارغارين المورق. يلا هنا لي التوريق استعملت مارغارين ماني، نتوما يبقى لكم اكيد ليكم الاختيار، لكن راح توريكم حتى طريقه الوزن تاعها. فقط ديروا بلاستيس تاع انه العجينه ما توزنوهاش ولا ما ديروش باللي كما قالت لكم يعني راح نديروا كيلو فرينه نروحوا نديروا يعني نصف الكميه يا اخي تاع المارغارين المورقه. لا لا حتى نعجنوا ونزيدوا لها المكونات نتحصلوا على العجينه باش نروحوا نوزنوا الزبده تاعنا. هنايا زبده التوريق جاتني سوا سوا التعود شتيك تكوني البخاتيك بزاف تجيبيها تكونت لاباط صح. دوك هنا واش ندير؟ هنا شوفوا ماكغي راهي رقيقه نزيد نرققها شويه نجيب لو بابي كويسون تاعي. زيد تقي زبده التوريق نزيد تاعها. ما نخافوش لما قلتي لنا ديروا العجينه نص ساعه في الثلاجه ما تكراساش جسم. لا 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 تبرد بالعكس تبرد برك. ما من خطر الاولى كاع كي سيت خفتها خفت نقول باللي ما تدخلش الزبده في بالعكس بالعكس كي حتخدميها راكي راح تزيد تسخنيها بيدك كي تخدميها. هنايا نفتح هنا هاد لي زيتاب بزاف بزاف مهمين.
شوفوا هنا واش ندير، نجيب الحلال تاعي نبدا نفتح فيها. هنا خطا كبير يقول لك لا مانغارين تاعك ولا الزبده تاعك تاع التوريق ديرها في الكونجيلاتور. لا لا، هنا كون ديروها في الكونجيلاتور الزبده تطول باش تعاود تحكم درجه حراره المطبخ. مي لاباط نورمال ما تخافوهاش. هنا شوفوا نعاودوا نفتحوها مليح على شكل مستطيل ولا استعينوا بالبابي كويسون. نحي هذا البول هذاك الصفر هذاك تاع فرينا هذا الفريجيدار. يلا هو اللي راهو يجيني شويه. يلا هنا نفتحوا في زبده التوريق اللي اكيد ماني. فوالا هنا استعملنا مارغرين ماني. هنا قلت لكم ديروها على هذا الشكل مستطيل باش تساعدنا في الخدمه تاعنا. بابي كويسون دائما خلينا نخدموا خدمه نقيه. شوفي سميه كنت الحياه فاسيما ماكش حتى تعبي معاها. هنايا واش ندير؟ دوكا نجيب لاباط تاعي، نجيب الفرينه برون طرافاي تاعي، ندير له هكذا فرينه بهذه الطريقه، ماشي نكثر الكميه تاع الفرينه باسكو راح من بعدك شغل تيبس لي لاباط تاعي. هنا نبدا نفتح في لاباط تاعي على شكل مستطيل، قسم نحط فيه هذيك الزبده اللي كنت حليتها. بزاف اللي خافوا من هاد ليطاب تاع كيفاش يدخلوا المارغرين في هي سهله برك لي زاسيست تاعها يديوهم، هذا ما كان يديروهم بعين الاعتبار. شوف لاباط تاعنا كيفاش هي سهله، اي بورتو ما خيتاش في الكونجيلاتور مي راهي تفتح لي فاسيلمون. اي رائعه ونحترموا دائما الفرينه انها تكون كما قالت لكم تي 55 هكا، هي نفسها اللي نستعملوها في الملاحات في الاخرى. اي فوالا العجينه مورقه اللي نديروا بها لي سالي. هنا اللي تعرفوا حبلي ما تقدرش يعني هذاك الجهد تاع عجينه كبيره، يعني دائما تقسم لاباط تاعها على زوج. بما ملي درتي كيلو تاع فرينه قسمي لاباط تاعك على زوج بدي تخدمي فيها. هنا واش ندير؟ نجيب هذا الكوتي لهنا نغلق هاك البريه ونزيد هذا الكوتي هكا. شوفوا لاباط تاعكم يتجعد ما تخافوهاش كامل. نجيب هذا لهنايا نغلق ونزيد هذا الكوتي هكا نغلق نخلوها في الوسط. اقعدي بوشها كيما راكي ندوا الاتصال باش ما نطولوش على السيده ونكملوا معاهم المراحل. الو 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 مساء الخير. مساء النور، مرحبا بيك. عايش محليكم اخويا، ني راكم تهبلوا تهبلوا حبيبتي تعيشي الله يعطيك ما تمنى ان شاء الله. شكرا. وانتي منوره وبشره تقتل تقتل الله يبارك فيك. يبارك فيك، هدرتك بزاف حلوه. يعيشك يعيشك من عنابه. من عنابه حنقول لك انا حنقول لك من عنابه من عنابه. واش رايك؟ تقتلوا تقتلوا. شفتوا واش يحكيوا عليكم؟ راهو كله صح في الصح. حبيبتي الله يرحم. الله يبارك. شوفي واش يقولوا لكم، رام الله يبارك. شوفي في القمه راكم في القمه في القمه في القمه. يا عمري هدرتها شحال حلوه. وديك بشره وديك بشره واش تقتل اخويا؟ تقتل تقتل تقتل. هذيك بشره هيا هذيك بشره هي معاك. الخير حبيبتي في الخير الحبيبه. راكي تقتلي راكي تقتلي بكلك. وانت يا شوفي راكي بن كل شوفي وضحكتك تقتل وهدرتك تقتل وبكلك على بعضك على بعضك تقتلي تقتلي تقتلي. قلتها لي بالعنبيه انا نقولها بالبليديه. تهبلي تهبلي تهبلي. يعيش عن بالك عن بالك. ساعات ساعات ما نحبش نتفرجكم طلعي عنيه. على هاني اختي حنا انا امراه اكوله اكوله وكي نشوف سميه تاكل ندوخ ندوخ. لازم الموسم الجاي لازم تجي. شوف يا سميه خايتي انت كوني قولي في خاطر هذيك العنبيه كوني. خلاص خلاص فكروني. بردي لي على قلبي بردي لي على قلبي كي تاكلي في الحلو قلبي يوجعني قلبي يوجعني. وبشرى ربي ان شاء الله يعطيك ما تتمني. كنتي ثاني يا سميه ربي يعطيك ما تتمني. ان شاء الله ربي ان شاء الله. شوفي ان شاء الله تعمري تمري وتعمري ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. وبشرى الور كريمه سلموا لي عليها ياسر 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 ياسر. تحبكم 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 ربي يحفظك. تقتل 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 كيف كيف. اما انت يا بشرى كعبه كعبه واحده. بشرى كعبه وعدك. ربي ان شاء الله يخليكم ويعطيك من هذه الميسيون تاع اليوم. شوفي ربي ان شاء الله يسلك وحلك بشرى يا عمري يا عمري. وان شاء الله نشوف يعطيك ما تتمني
راكي أجمل وحدة، شوفي قلب وقالب ومن كلش من كلش من كلش. تعيشي حبيبتي، ربي يحفظك إن شاء الله، ربي يتكبت حتى من سمية، حتى من سمية ما تقولش أنا نحيل، أنا ما نحيلش ما نحيلش. خلاص دوك دوك نروح نخربه نبعت لك قاعدة الطابلة، خلاص تلعقك لعنة. بعتيلي يا قلبي يوجعني، بعتيلي أرواحي زورينا إن شاء الله أرواحي، ونعرضوك هكا كي نكملوا نقعدوا كاع كيف كيف ونفطروا ونطيبوا لك شحال بغيتي. هكاك عساعدي ما خص ما خص. ان شاء الله ان شاء الله تجي تزورينا، علاش لا لا ان شاء الله. ربي يبارك فيكم، ربي ان شاء الله يكمل لكم ان شاء الله، ان شاء الله وسلموا لي عليهم كل 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 يبدا خير. وعيطي... وان شاء الله مره عيطينا مره واحده اخرى، لانه صوتك واللهجه نتاع الشرق يعني قلمه وعنابه وصقاره. يعني ما نحكمكمش، يعني ما نحكمكمش، انا عام 12 شهر وانا قاعده في محكمتكمش. حضرتها ما شاء الله تلقى ما يحكمناش. انا ما نحكمكمش، ما تعرفي نقول لك نضرب 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 ناس على ربي اليوم ما نعرف وين جاها سعدي وقف اليوم. الحمد لله ماشي احنا محظوظين انه سمعنا صوتك. صح. ربي يبارك فيكم ان شاء الله، ان شاء الله ربي ان شاء الله يبارك فيكم. ديروا لي اهداء لي انا، ديروا لي اهداء لي انا. واش نقول لك اهداء؟ واش حبيتي قولي؟ كل عام وانت حيه بخير، ربي يطول عمرك. عند ام عندك اولاد؟ عندي ثلاثه. ربي يحفظهم لك، كل عام وانت بخير وربي يطول في عمرك وربي يفرحك بهم وتشوفيهم ان شاء الله في اعلى المراتب، تشوفيهم دائما فرحانين وتكونوا دائما ملمومين وكل حياه راسكم ان شاء الله ومهنيين اهم حاجه. صح. ربي يبارك فيكم بحياه راسكم ان شاء الله، وربي يكمل لكم ان شاء الله وهي نخليكم على خير. خليني نتبع قلبي وجعني من الماكله تاعكم، كون يقول في خاطر العنبيه. شكرا لك حبيبتي، شكرا، ربي يهنيك ان شاء الله ويطول في عمرك. بسلامه وسلمين على ناس عنابه. يبلغ عايشك يا بسلامة. ياسر ياسر مع السلامة. شكرا. عايشك شكرا. بسلامة صحة. شكرا مع السلامة. كلها طاقة إيجابية وكلها روح حيوية، ربي يحفظها إن شاء الله ويحفظ كل الجزائريين. اليوم كثرنا الأم سينا شوية الراجل، ربي يحفظ كل الجزائري الرجال والنساء وين ما كانوا الجزائريين. ربك لا لم تقول ليش مش نهار الراجل سن والله قالت لك الام هي اللي تولد هي اللي تسب. لا لا الراجل ثاني يشقى ويخدم ويعيا ويا ربي ما كاش عيد الاب، كاين غير عيد الام في الله. انا مضربه انا في الفليقه داروا عيد الاب. هاي ربي يحفظ ان شاء الله. شوفي كل جزائري، كل واحد يحمل جنسيه جزائريه داخل الوطن ولا خارج الوطن وين ما كان وش ما كان وش ما يخدم، تحيه ليه من عندنا يا سيدي. اليوم نساء ورجال، خليني في اللي انا حبيت. يلا بشرى كملي. كنا حلينا لاباط تاعنا على شكل مستطيل، درنا فيها هذيك زبده التوريق في الداخل ومن بعد غلقت عليها شغل كي البريه كوتي فوالا وزغرقنا هاد لي دو كوتي. سمي هذاك الاتصال المال حقيقي تاع خطفه قلوبنا. صح رائعه، ربي يحفظها ان شاء الله ان شاء الله. زائرين حنان والله. صح. هنا سمي عاود نولوا لاباط تاعنا، قلنا هنايا بعد ما غرقنا هاك البريه دوك هنا نبدا لي توغ توعي. قلنا عندنا تخوا توغ سامبل، يعني ما حبيتش نصعبها عليكم، كاين لي دور دوبلي كاين لي دير كات تور، مي 3 تور راح تجيكم ريزولتا بزاف هايله. هنا واش ندير؟ نبدا نفتح فيها. شوفوا ما الفتحه تاعها ما راحش تجيكم واعره، هي بزاف سهله الفتحه تاعها هكذا، ندير هكذا من بعد نعاود نقلب لهاد لوكوتي. هنا اذا كان البلون طرافاي تاعكم يعني ضيق واش ديري؟ مسحي هاد لوكوتي اللي منا، جبدي شويه هكذا وبديتي تخدميها بهذه الطريقه. يعني ماشي لازم يكون عندك بلون طرافاي كبير ولا، وخدمي هكذا ما تخافيش الشابات تاعك تقطع لك ما تقطعش. شوفوا لاباط تاعنا، نعاود نقلب هكذا نوسع لك مزيان، نحي لك المعان ونوسع لك. لا ما سميه بك حبيت نعطيهم اونيدي باسكو هذه كوزينتها صغيره. صح. صح. والطابله كي تخدمي في الطابله شتيها ما تساعدكش، بس ما تخدمي هكذا. هنا دوكا واش ندير؟ شوفوا ماشي لازم تحلوها فغيمون رقيقه، باسكو كي تحليها رقيقه بزاف كي رايحه تشغل لي توغ تاعك راح تحرقيهم. هنا نورمال ليسونسيال يعني تحل لك قسمه تقدري تغلقيها برك هذا ما كان. هنا واش ندير؟ نجيب هذا لوكوتي لهنا لي توغ كيما اللي خدمنا الاخرين، يعني نفس الطريقه تاعهم هكذا، ونزيد هذه الطريقه نجيب هذا لوكوتي لهنايا. بعدا واش ندير؟ نقلب لاباط تاعي دائما دوها قاعده باش ما تلفلكمش. هاد لي كوتي المغلوقين دائما في الجناب، وهذوما مقابليني دائما الكوتي المفتوح تاعها يجي مقابلني. يعني هنايا غير تفوتوا تدوا هاد ليتاب تدوا هاد الفكره راهي راح تجيكم سهله ما تلفلكمش. هنا دوكا قادوري دو توغ برك هذا ما كان، يعني درنا التور الاول دوكا بقاو اثنين نفس الطريقه. نفس الطريقه هنا برك نعاودها كندير لها دائما هي مغلوقه في لي كوتي في الجناب، وهذه راهي مقابلتني.
نفتحها قلت لكم هنا ماشي لازم هنا ما نحرق لها شيء توخ تاعي ما بقاش نحرق فيهم زيد ندير لها هكا ونغلقها بهذه الطريقه وكنزيد توخ تاعي ثوازيام هنا يعني شوفوا كي تخدموا برطل خير برطل تاع فاينه خملي تخدمي بالكيلو تجيك عجينه كبيره تقضي حاصله بها من الاحسن خدمي هكذا امي الا درتي كيلو تاع فرينه خدمي برطل ما تزيدي رطل كمليه نكمل نفتح بنفس الطريقه دائما من الوسط ونطلعوا فوالا شوفوا من الاحسن ديروا هكذا سمية الله يبارك عندك واحد الوسمه ودي فصح تعطي واحد يعني فكره تكون في راسي تمديها شوفوا هنايا كما قالت سمية الحلال تاعي يكون في الوسط وروحي هكذا وبعد اقلبي الحلال في الوسط كملي الكوتي هذايا الدوزيام يعني لاباط تاعنا ماهيش كامل واعره شوفوا الزبده ما خرجتش من لاباط لاباط تاعي رايحه كما روحها راهي طوم ريحتش النص ساعه اللي قلت لهم ضروريه هي من الاحسن مو ما تعجنيها هي راح تطلق لك في يدك يعني حتسخن انت واش ديري ديرها نص ساعه في الكونجيلاتور بعد تجبديها خدميها انا قلت ما عنديش الوقت يعني ماذا بيا نوريكم قال لي زيتاب تاع اليوم ما حبيتش نخسر هذاك الوقت دو بريفيرونس هكذا شوفوا واش ندير نعاود نفس الشيء هاد الطريقه ولا با تاعي راه واجده هنا اللي تحب تزيد توغ زياده الرابع تقدر تزيدو ما تفوتيش خامس سادس باسكو ما حيبدل لك والو مي الرابع تقدري تزيديه هنا التوغ كات خيام اللي تحب تزيدو تغلفها بابيي فيم ديرها شويه فريجيدار ما تزيد الرابع وتخدم على جه تخوا توغ تخدمي تخوا توغ تخدمي بيهم دوكا كيما راح نخدم انايا هنايا لا با تاعنا راهي واجده شتي سميه فيها ما فيهاش صح ما فيها والو يلا عاودوا ذكروني فقط بالعجينه عاودوا حطوها لنا على الشاشه هكذا باش يشوفوا معانا شفتوا طريقه التوريق كيفاش كانت دير لها في لي توغ تاعها كما قالت لكم تخواتو ثلاث دورات فقط ديروا هذيك الطويات على ثلاثه اللي حبت تزيد الرابعه تخليها كما قالت لكم تزيد تريح ودير شوفوا لي التوريق تاعها عطيهو لي على الشاشه فاروق من فضلك اعطوني التوريق هذا شوفوا راهو ما شاء الله صح والله وداخل احنا راهي تبان شغل راهي هذوك الرقاق فريمون وي راهي فريمون رقيقه هنا يعرفوا بلي لاباط تاعنا راهي واجده هذه من اروع شوفوا اللي ما ديش هاد لاباط راهي راح تراطي نص حياتها واش نقدروا نديروا بها كامل كل حاجه سوكري تخدم يعني بهاد لاباط تلقايها عند اللي يبيع الفينوازغي يعني كلش كلش شوفي درنا هنايا هذوك نيويورك رول هذوك اللي راهم توندونس عمرنا درناهم درنا لي تيبان كرواسون فوري كرواسون سامبل قلنا هنا لي شوسون اللي يجوا بالتفاح اللي يجوا بالفاكهه لي دانيش نقدروا نديروا ميم لي بالمي فان تقدروا تخدموهم بهم هنا اي عفسه تشوفوها عند اللي يبيع لافينوازغي تخدم بها يعني هاد لاباط هي بات ماجيك تقدروا ديروا بها بزاف لي موديل حتى ل 20 موديل انا واش حبيت لكم حبيت لكم اليوم تدوا لاباز يعني لاباز تدوها اليوم نخدموا هكذا هاد لي موديل هادو اسمهم بوش اسمحي لي قطعت الكلام هادو ما نيويورك رولز هنا يعمروهم بلا كرام باتيسيا بشوكولا ببيستاش واش يحبوا يديروا لهم قلت لك سميه هنا حبيت اليوم نعطيهم لاباز باش لا بروشان فوا زيد نجيب لاباط واجده ونخدم لكم دي موديل واحد اخرين كيما درنا في العجينه مورا اخرى سميه ثاني يوم جايين الحفلات لي زانيفيرسير العرس من العرس سميه في عاد انك تحطي دي كاتو ساك تقدري تحطي هذوما بصح في الميني الميني كرواسون راح هذه لاباط راهي باك تخرج بزاف كونتيتي يعني راح تكون اقتصاديه ليهم صح فوالا تكون اقتصاديه وثاني يعني شفنا يعني في كل مره تخرج طوندونس جديده هم يديروا لك لي ميني كرواسون لي ميني ميلفا الى اخر بريفير من الحلويات الجافه خاصة لما ينقصوا على رواحنا كل يعني هذوك لي فخي اللي نخرجوهم في العرس شتي السقام يتحضروا في البيت بكل سهوله. الحاجه المليحه سميه انه هاد لي كرواسون باش نقول لكم انا عندي فوغ بروفيسيونيل دايرته في لاتولي تاعي وعندي فوغ نورمال رخيص يعني دايرته في داري. هاد التشكيله كامل سميه وجدتها بالفوغ تاعي تاع الدار. يعني ماشي ما يسحقوش بروفيسيونيل يعني انا بالعاني ما حبيتش نروح ندير بروفيسيونيل باسكو بروفيسيونيل يعني حيزدي يديفلوبيهم اكثر وكاع انا قلت معليش قلت انا ندير بالنورمال والنتيجه خرجت انا مستنيتهاش تخرج هكذا سمية النتيجه الله. خرجت بزاف روعه باسكو هاد لاتيلي ما عنديش بزاف مني قريته وقريته على جالهم ولا باسكو على بالي الصيف بداو يحوسوا على لي زاتيلي صح يعطيك الصحة ولا ان شاء الله نديرو نعاودو بليزيوغ فوا ونجيبو لهم مع كاع النصائح ميم حفايس اللي ما عجبونيش بدلتهم يعني باش تكون ليهم وصفه كامله متكامله يعطيك الصحه يسلمك سميه دوك هنا نقسم لاباط تاعي باش نوري لهم لي موديل يلا هذا بان سويس ثاني راهو فيه الفوراج وثاني الكرواسون ها هم ثاني قدامهم والكرواسون العاديين شوفوا لي التوريق تاع اللي راهم في السليله تاع الكرواسون العاديين اللي راهم قدامك الواله هذوك شوفوا لي التوريق الداخل كيفاش راهو نرفدها لك يوسف يلا دقيقه راح نمدها لك يوسف
نبدلوا هذا الكرواسون. حبيت نوريكم هذا التوريق، شوفوا كيفاش راهم فارغين للداخل. رائعة، قالت لك سيدة راهي تشهيني سمية كي تذوق، والرائحة الزبدة راهي دايرة حالة في هاد لي كخواسون. هادو لي كخواسون العاديين شوفوا طايبين. هكذا سمية ما فارغين وبنان. فارغين وبنان، ولأنه العجينة تاعهم شوفوا طايبين بيان. في فوق تاع الدار يعني. في الفوق تاع الدار العادي. شوفوا العجينة لما نشوفوها دايرة هاد المبابل هادو والتوريق، نعرفوا أنها يعني مش راح تكون فيها هذيك العجينة داخل تاع لي كخواسون اللي نلقاوها في بعض الأحيان في المحلات المعجنة. أكي معروضة اليوم ولا شوفي سمية هنايا حبيت نديرهم بلي كخواسون هما الوالا. أنا بالنسبة لي كخواسون أنا حبيت نعطيكم طريقة بروفيسيونيل، يعني ما في الدار، نعطيكم الحجم اللي تقدروا ديروه به، يعني ما من شحال، يعني شحال يكون الطول شحال يكون العرض، باش تكونوا عارفين هكذا، يعني باش تكونوا عارفين أبي بخير الحجم تاع الحبة تاع الكخواسون اللي يشروها برا شحال تكون. هنا شوفوا نجيب لاباس تاعي، أنا هنا قسمت لاباس تاعي لأربعة برك باش نوريكم حبه زوج من كل موديل، يعني باش نعطوهم كامل حقهم. هنا شوفوا ديت هذا المغصو فتحته، نفتحوا بالطول ونفتحوا بالعرض. هنا الطول تاعي، هنا الطول تاع العجينه تاعي نستحقوا 25 سنتيمتر. هنايا قلنا الطول تاعنا 25، العرض تاعنا نديروه واحد 9 حتى 10. قلنا هنا الطول 25، العرض تاعنا 9 حتى 10. الطول 25 24 25، العرض تاعنا 9 حتى 10، يعني هنايا الحبه تاعنا تجينا مليحه موين، ما تجيناش صغيره بزاف. الناس تحب ديرهم دي ميني صغار، تنقص في الطول وفي العرض تاع لي كرواسون تاعهم. من الاحسن من الاحسن تستعملوا المسطره، المسطره نسيتها في الدار. انا البارح ما تكونوش بالمسطره باسكو علاش راح تخدموا حاجه بروفيسيونيلكم كاع على حبه. هنا بالنسبه للناس اللي تحب حاجه بروفيسيونيل، يعني مسطره كامل عندكم ولا سرقوها لوليداتكم انهم يقراو. شحال كنت نكره هذه تاع المسطره، جيب المسطره من بعد في هذيك لابيريود المسطره تكون يسرقوها لك هي تكسرت وتقعدي تحوسي ولا بانيك. فهمت لاني سميه قاعد دوزني تبحر وتعاودي تشري مضارب ويبداو لك هذه هي الادوات اللي شريتهم لك وراحوا واش خذينا ضرب. ما باش مازال تيكزيستي ولا غير حنا بكري كانوا حاقريننا. انا بديت تمهيدي هذاك الكريون نضرب معاها عليه، نقول لك كريون تسحقي باسكو ما يخدموا بزاف بالكريون. لا كريون ما توضريش خلي ولا غتوضر وضر باش يفلي كريون. ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يحفظهم ان شاء الله يا رب. هنايا شوفوا قلنا عندنا الطول تاع الحبه تاع الكرواسون تاعنا 24 حتى 25 سنتيمتر، العرض تاعو ديروهم 9 حتى 10. دوك سا دي بون، اذا 24 ديروا العرض تاعكم 9، اذا 25 ديروا العرض تاعو 10. هنا بالنسبه للكرواسون تاعنا قلنا بالنسبه لل هنا لاباط تاعنا ما تكونش فريمون رقيقه باش اوما الكرواسون تاعنا يجينا ملحم شويه. هنا واش ندير، نحي هاد لوكوتي. هنا بالنسبه لهذوما لي شوت اللي تقول لك واش ندير بهم، اسكو نرميهم مش في سميه هكذا وراهم فريمون فيهم التوريق. هنا بالنسبه تقول لك لي شوت تقول لك نرميهم ما ترموهمش، لي شوت تاعنا كي نجيو حنخدموا البان سويس نديرو ندخلوهم مع العجينه باسكو البان سويس تاعنا ما يستحقوش يعني فريمون يتورق لنا كيما الكرواسون. هنا شوفوا علاش ندير لها هكا، باش نخلي الحبه تاع الكرواسون تاعي تتنفس باش تقدر تديفلوبا من بعد. هنا برك لاباط تاعكم من الاحسن جيبوا دي ساشي غلقوهم ولا بابي في ميم، احسن ساشي غلقي باش تقدري تجبديها فاسيلمون. هنا مانيش حنخدم بالمسطره، راح نخدمها ديريكتومون. شوفوا واش نديرو هنا ثاني، هاد لي كوتي كامل نحيوهم يعني سقمو لها الحواف تاعها. هادو ما نسحقوهم مانيش حنرميهم. شوفوا دوك هنا واش ندير، هنا صح تسحقوا مسطره في هاد ليتاب. هنايا هاد الوسمو تاعي نقسمو على اثنين بهذا الشكل. من فوق لتحت خبي فوالا، هي من احسن مسطره تاع هذيك تاع 30 باش يقدروا يخدموها فاسيلمون. مي نورمال انا هنا جاودني اربع حبات كرواسون. نتوما ديروا خاصه اللي يحب يعني الحبات يجوا متساويين. لا لا لازم يخدموا بها. لازم هما عندهم شوفي سميه لي فرونسي ولي زونغلي وكامل عندهم هذوك لي زاباراي اللي دايرين هما يشدي لها هذا الشكل، يعني الله يبارك عندهم التاويل. ماما هنا في الجزائر يعني اللي يخدموا لابينو اللي بالك تاويلهم، مي هنا نورمال في الدار يعني تقدري ديري حاجه شابه. هنا دوكا واش ندير، الكرواسون تاعي نشد العجينه تاعي بهذه الطريقه ونجعدها هكذا شويه باش ما تجينيش عجين الداخل هكذا سي بون. دوك هنا واش ندير، نجيب الحبه تاعي ولا العجينه تاعي بهذا الشكل، نبدا نلوي غير هكذا بالعقل. بعدا واش ندير، نبدا نزير في هاد لي كوتي هكا ونروح قباله، لازم دائما الحبه تاعي تكون هكذا قباله
الفوغاج يجي بعد ما يطيبوا يا اخي. فوالا شوفي سميه حبه تاعها كيف كنتي تلقاو في هذيك الشوكولاته داخل وكن ديرو شوفي سميه هكا ما تشوفيهاش هكا دوك ديفلوبر هكا تولي دوك هكذا. شوفوا هذو اللي جبتهم كامل كانوا هكذا كانوا على هذا الشكل كاع كانوا هكا صغار سميه. اسكو خلوها تخمر باش تطيب ولا طيبوا باش تخليها سوايع من الاحسن حتى تخليها تبات باش طيبيها ما تخافيش تخرج لها الخميره ولا تشوفيهاش بزاف. فوالا تجي بزاف بزاف عباك كي تديفلوبا تجي خفيفه لداخل. هي علاش يقول لك كاين بزاف اللي يعتزلوا يقول لك يدي بزاف وقت شغل زعما تخليه يريح وتخليه يريح. مي حنا دوكا درت لكم لي زاسيس يعني في الخدمه تاع لاباط تاعكم ماشي حتى تريح بزاف مينيموم نص ساعه بعد خدموهم ديريكتومون. هنا شوفوا لاباط تاعنا قلنا نحكموها بهذا الشكل هكذا نواسوها شويه ومن بعد نبدا نخدم لها في نخدم في حبه تاع كروازون تاعي. هاد لايا قام بعد يتباع 1005 ايه بصح انت ماشي مش كلشي خدمه يغمضوا عينيهم ويخدموا سميه كي يخدموا في تكون شفت بزاف لي فيديو ثاني عليه وكامل يخدموا فاسيلي باسكو كي تكوني تعودتي ديجا وديري حسابك زعما باللي ديجا راهو راح يبات وكذا مناش واش شغل تكون ماشي كيف كيف. اه وي احكي لي انا وليت خلاص مدمنه على الكرواسون او بير شغل كي نشوف هادو بالزبده رائحه وبنه واش نديروا لهم باش يخرجوا لنا هكاك واش نبدلوا البديل تاع تاع الزبده واش يديروا لهم في عوض هذيك الكونتيتي تاع الزيت اللي درتها انا داخل لاباط هذيك يديروها زبده صح حره فهمتيني والتوغاج يكملوها بالتوغاج تاع الزبده الاخرى عادي. سينو كاين طريقه واحده اخرى ثاني شتا بصح بزاف صعيبه سميه هذيك يديروها بالزبده الزبده الحره مي فيها واحد الطريقه تاع الفيتاج تاعها طول يعني ماشي ثلاثه اللي تغبر في الكمليه فهمتي شويه صعيبه انا جبت حاجه سهله. اسكو نقدروا لما نديروا عطر الزبده زعما العجينه نزيدوا لها عطر الزبده نقدروا نخرج لنا لانه شتي الريحه اللي فيهم حتى هادو مقبل كي كنت نحل فيهم شغل فيهم ريحه ريحه الزبده فيهم. يلا هذا بالنسبه الى الكرواسون فوالا عادي ذكريني شحال يكون الطول والعرض تاع الحبه. الطول تاع الحبه تاعنا الطول تاعو يكون 25 سنتيمتر العرض يكون 9 حتى 10 هذه بالنسبه للحبه يعني تكون صافا تكون مليحه ماشي صغيره. اللي يحب يصغر يقدر يصغر الكرواسون تاعو. هنا نجيب برك سنيوه ديال البابي كويسون قلت لك مقبيسهم يا قلت لك كاينه عفسه بزاف حتعجبهم انه اللي يحب يخبيه يحب يخبي كروازون تاعو شتو كيما راهم هكذا كيما فاصونيتها ديرهم في سنيوه ديرهم في كونجيلاتور ومن بعد غير يتجمدوا لك خبيهم دون زون بواط هكذا خليهم غلقيهم كي تحب تجبديهم طيبيهم جبديهم واحد زعما هكا حشيه ولا خليهم حتى يدوبليو الفوليوم ديرهم على الضوء ودخليهم يطيبوا. طيبين شحال يقعدوا في شهر حتى لشهر ما يكونوش طايبين بهذه الطريقه. هذه الطريقه قبل ما يخمروا قبل ما يخمروا ما يعاودوا وكي نجبدهم من الكونجيلاتور نخليهم دي كونجا نخليهم يخمروا ولا نطيبوهم؟ لازم يخمروا لازم يخمروا فوالا وما حشا تعطل التخمير على يكونوا ديجا كونجيلين. لا يلا فكره مليحه ثاني كما قالت تقدروا يعني لما تعياو على ضربه ديروهم ديروا دي بواط كما تقول كريمه تكتبوا التاريخ وتكتبوا تعجبني كريمه سهله لك الحياه عباك والله غير ما دام صافش نجي ندير نعجز تقولي خبي هذه وخبي هذه وجبدي وقلي هذه ديري هذه زيدي هذه نقولها كريمه هذاك يكون نهضر معاه تقولي بوشا راح يدير نقول لها يا كريمه يا حبابك راح هذيك معنى الحقيقه تاع حياه حلوه وهي ديرها دير هذو الامور صح عندها دائما توفرين. شوفي باسكو علاش شغل اللي والف شغل افير ولف برك هذا ما كان. يلا هادو لي كرواسون ديري حساب الوقت راهي او 35 لازم نوريهم شويه بتيبان لازم نوريهم شويه كلش نروحو دوكا للبتيبان ما نديش بزاف برك انا خدمت واحد ثلاثه ديري لنا برك كونتيتي صغيره المهم يشوفوا الشكل وال على فكره شربت بزاف بنينه شربت حتى كملت الكاس باش تفكر الشربات كانت جابتها شبوشة من بوفاريك تحية الناس بوفاريك هي ليهم تاع سيترون انا اللي شربت يا اخي هذه سيترون هذه كوكتيل دوك نكمل سيترون راح نجيب لكم غير تاع شربات سمية سخانة هذه. يلا راح نشوفوا حبة تاع بتيبا الطريقة كيفاش طول وشحال والعرض بشرة. هنا بالنسبه للبتيبان تاعنا الطول تاع الحبه يكون واحد 10 سنتيمتر العرض تاعها يكون واحد 8 9 هذه بالنسبه للبتيبان. كيف كيف نحو هكذا هاد الكوتي نحو هاد الكوتي ثاني هاد لاباط ماشي تترمى قلت لكم ماكو تعبين عليها ماشي باش ترموها راح تعملوها من بعد واللي يحبهم دي ميني يقدر يديرهم دي كيما هدتهم ميني درتهم صغار نشوفهم ميني احسن ميني صح خير. انا برك نجيب
تمام. نجيب بول صغير ندير فيه الماء. يلا وفي البرنامج راني نعيط وما حكمتش. حبيت نقول لماما نبيها صحة عيدك، ربي يخليك لينا وكل عام وانت بخير. واسمي هدى، ام اسلام واياد، ربي يحفظهم لك ان شاء الله. الحقني رساله. كريمه جابوا لها وليدها اليوم فارس. راني نشوف لافاش شرخ خرجت لي المفاجاه. تحيه ليها كذلك، ليها ولي الوالده تاعها. ذكريني بايا على ما اظن والدتها بايا. نعم على بالي. تحيه ليها. تحيه كذلك، كل عام وهي بخير. والده شاف بشرى كذلك كل عام وهي بخير، بطول في عمرك تطلع عزيزه ان شاء الله. شكرا لك حبيبتي. شكرا. والده شاف ناديه كذلك تحيه ليها، وكل عام وهي بخير تطلع عزيزه ثاني. والده اسيا كل عام وهي بخير ان شاء الله يا رب. وكذلك هاني جايه جايه. والده زميلي يوسف كذلك كل عام وهي بخير. يوسف تغرمت مخرج البرنامج. والده شيفا كل عام وهي بخير ان شاء الله يا رب. زيدوا فكروني. رضوان كسري كذلك الوالده تاعو ربي يطول في عمرها ان شاء الله. والده سيفاكس ثاني ربي يطول في عمرها. رضا كذلك الوالده تاعو كل عام وهي بخير ربي يطول في عمرها. زيدوا والده فاروق ربي يرحمها ان شاء الله يوسع عليها عيدها في الجنه. والده سامي كذلك كل عام وهي بخير ان شاء الله. والده كريم كذلك كل عام وهي بخير. هاني ذكرتكم كامل، ما نسيت حتى واحد، ونسيت الوالده تاعي انا. والدتي كذلك ربي يطول في عمرها ان شاء الله ويحفظها. امي الثانيه ثاني ماما امينه ربي يحفظها ويطولها في عمرها. وكامل الناس يعني كل الامهات اللي بدينا نذكروا في لاليست دوك يعيطوا لي شورق. يلا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هنا سميه واش كنت درت؟ كنت جبت ماء بانسو ودهنت داخل لاباط تاعي بالماء، وستلا هذوما شوكولا فيرميسال. هذوما شفتهم ماهوش غاليين بزاف. نعم هما جينيرالمون يعني الوصفه الاصليه يديروا واحد لي باتوني تاع شوكولا مي بزاف غاليين، يعني الوصفه الاصليه تاع البيتي با. ماشي سميه ما تلقاهمش في زعما كا لي ماغازان يبيعوا حاجه رخيصه، يعني اللي يبيعوا حبه فريمون غاليه يديروهم. لي باتوني تاع شوكولا بزاف غاليين. مي حنايا هذه العبسه كوميرسيال وكمان للدار نديروا هذوما تاع الفيرميسال تاع الشوكولا، راح يكونوا يعني بزاف بنان وحاجه خفيفه يعني. ما نقدرش نديروا شوكولا نوا زعما كباتيسي شوكولا باتيسي. تقدري ديري تقدري امي هي الوصفه تاعو الكوميرسيال نديروا هذوما سوا. جينيرالمون لي بتي با ما تجي زعما فيهم بزاف شوكولا. اه صح. فهمتي تجي فيها شغل غير البنه برك هذا ما كان. تبي غير الكحوليه البنه ما كان. البنه ولا ما كان الكحوليه برك. شوفي سميه نديروا هكذا الداخل ما دوش ندير، نجي لهنايا نغلق ندير هكذايا الدوره الاولى نغلق ونزيد هذه الدوره الثانيه هذا ما كان. ثانيه ما نغلقش فيها. ونخلوه مفتوح منه ومنه. نخلوه هكذاك فوالا. نجيب الكوبات ولا مستعين تكون واجده هذا ما كان. هذه البيتي بان هذا هو الشكل تاعو برك. دوكا لا دوكا لازم نخليه يخمر كيف كيما نخلو الكواسون. هاد لي موديل كامل يريحوا يخمروا مثل 3 سوايع 4 سوايع تقدروا يخلوا حتى ليله كامله. هما توحشوني نقول لهم ليله كامله. يعجزوا غير تقول لهم ليله كامله زوب خلاص زابي. لا غير شوف كيما هاد لاباط مليحه تخدميها في الليل صباح تنوضي طيبيهم سخونين الله الله وتقاوي بهم صح. وفن طيبهم يشدوا وقت ماشي حاجه. لا شحال درجه الحراره تاعك؟ نقول لهم سميه باسكو علاش طريقه الطهي شغل بزاف مهمه. الا قعدوا لي 5 دقائق طوال قولي لي نقول لهم باش نخليها سبيسيال لل... يلا راهي 40 دقيقه دوكا سميه قولي لي نورمالمون ندير لهم لي بان سويس. لي بان سويس شتهم يديروا شغل هكا طويله ويديروا فيها زبيب وتولي رولي. تعرف بتاكل من ورانا شغل رولي ومن بعد يقطعوا بالخيط باش يجي. انا قاعده ماشي حابه نوري المهارات تاعي كما يقول عمار نخليكم تاكلوا خبزه. ولا غير صح نو باسكو انا بالي تعرفين انا عارفك. لا جامي درتهم ما نكذبش. يخرجوا لي لي فيديو يعني نشوف صحيح وكاش تي وكاين كلش في لي ريزو. شوفوا هنا نفتحوا لاباط تاعنا انا بالعاني دي الصغير هكا اون بات صغيره برك باش تقدروا تشوفوا. نجيب لا كريم باتيسيير تاعي. يلا قلنا كيما بالنسبه لي كرواسون فوري هذوك اللي راهم قدامكم حتى يطيبوا باش نديروا لهم لا كريم باتيسيير هذه. وكاين اللي كيدير فيهم شوكولا نو وراهم لي كرواسون. لي كرواسون كيدير لهم شوكولا وكيدير لهم واسمها لاباط تاع بيستاج وستلهم داخل هذاك كولي تاع لي فريز ويديروا تاع فرامبواز هم كاينين. نجيب هنايا برك هذه هي الليسوز. ندير هنا لا كريم تاعي. هنا ماشي لازم كونتيتي كبيره
ايش بيا برك هذا ما كان صح لك خمس محيلي نسقسيك هذه بوش العلاك كريم كي خرجتي هكاك وشغل هي يابسه ومجم نورمال نورمال في هذا ما نعاودوش نضربوها بالباتور كيما سويس لا لا ما نضربهاش من بعدها نقول لك واش نديروا في هذوك لي دانيش وكامل نطلعها بكاسه شونتيي هذه هي نصيته تاع حليب شونتيي نديروا ديريكت معاها ما نزيدوش الحليب ونطلعوا ديريكت معاها ونطلعها لا بودغ يعني بودر شونتيي ونطلعوا تري بيان هنا شوفوا لك خام تاعنا كيفاش ندوزوها كامل هكذا دونك هنا نجيب هذا الشوكولا فيرميزا كيما تقدروا تجيبوا الزبيب بيان سور شمخوه في الماء يكون سخون ومن بعد ديروه لداخل اللي حاب يديرهم لداخل بالزبيب هذو مكون كيما خدمتهم هنايا دونك هنا واش ندير نبدا هكذا نرولي غير يعني تجيبوا شويه تاع لاباط وروليوها هكذا بعد في لافان تاع لاباط واش ندير ندير شويه تاع ماء ونغلق هنا من الاحسن تجيبوا خيط وقطعوها سينو نديرو هكذا هكذا هبطهم غير شويه برك ما تشوفهمش هكذا صغار تحقرهم راح يديفلوبيو كامل من بعد ونخليهم هكا طالعين هكذا يقعدوا هكذا سميه باسكو هاد لاباط وحدها من بعد ماذا وحدهم يتفرشوا شويه بيان هذا البان سويس بان سويس دوكا جو بونس نروحو نروحو لهذوك لي دانيش كنت وريتهم لهم ديجا من قبل راهي 43 سيفاك شحال بقى لنا وقت مازالك 7 دقائق عندي كلش واجد مازال الوقت بزاف لي مودي كاين سمية عباك حتى حرت واش ندير لهم واش ما نديرش مي كي داو لاباز نقدر لابخوشون فوا نجيبها عاودي تزيدي تكملي لهم صح فوالا الاهم يعني في العجينه كانوا طلبوها بزاف وبالك وحده تجيني تقولي العجينه انا عجينه مورقه المخمره المخمره راكم شفتوها واللي ما شافهاش يقدر يلقاها في اليوتيوب تقدروا تلقاوها ثاني في الصفحه الرسميه تاع قناه الشورو رايبيها بليزاستيس ولا غير من قلب قلب قلبي مديتها لكم يعني ما بخلتهاش عليكم وحاجه كما يقولوا ما تغلى عليكم ليسونسييل سيو باكي مدونا لي غوتور تاعهم هذاك هو الصح سمية صح صح في ميزان حسناتك ان شاء الله بشرى ان شاء الله يا ربي اجمعين ميزان حسناتي وحسناتك وحسنات كاع ليكيب باسكو كامل اللي انا مكملين بعضنا دائما حنا نقولوا في هاد القناه دائما اللي تخدم الجمهور الجزائري دائما اي حاجه نخدموها ان شاء الله تروح لاستاذنا علي فضل ربي يرحمه ان شاء الله في ميزان حسناته يا ربي المناسبه عيد ميلاد عيد سعيد للحاجة والدة أكيد المديرة منال كامل الإدارة كامل نقولهم عيدكم سعيد وكل عام وهم بخير إن شاء الله كل زملائي بي ولا زميلاتي بقناة الشروق أروع أسرة سمية ولا غير أروع ولا تلافامي شغل مام يعني خلاص تقولي عييت لازم نحبس ولا نبدل ولا ما تقدريش قناة الشروق تلمنا دائما وهي العائلة بالنسبة لنا يلا نعاودو قلنا راح نشوفو النوع دوكا درنا الكرواسون درنا بتي بان درنا كذلك البان سويس نروحو لدانيش هذوك اللي فيهم الفاكهه كاين دو موديل كنت درت هذوك الكاري شوفوا كيفاش يجوا دايرين هذه درتهم لكم ديجا من قبل في السالي مي حنا عاودهم لكم في السيكري شوفوا هنايا ندير مربع الحجم تاع المربع تاعكم سا ديبون نتوما واش حبيتوه صغير حبيتوه كبير بعد هنا واش ندير شوفوا ندير هكذا مثلث بهذا الشكل ومن بعد نجي ندير هاد لاباط تاعي نقطعها منا ونزيد نقطعها استنى دقيقه باسكو ما مش معاك راهو في الطاوله صح راهو في لي دانيش فوالا هذوك اللي راهم فيهم الكيوي درنا هادو خطره فاش صالي سي وسهلين صح عاودي عطي لهم وحده انا شوفوا درنا هكا مربع يلا عطيني هذه يوسف من فضلك باش يشوفوا طريقه تاع كيفاش يديروهم عطيني البلان تاع بشرى شوفوا فوالا هنا عندنا مربع يلا راهو عندك هنا شوفوا مربع سا ديبون الحجم اللي حبيتوه هنا واش ندير هنا الفيرميسال لزباخه راهي عمرت لي كاع الحاله كيما الطعام صالي شوفوا هنا واش نديرو نحكم هاد لو كوتي لهنا نجيبو لهاد لهنا وهاد لو كوتي لهنا بهذا الشكل ونحطوهم في سنيوه ليسباس ثم ليسباس سنيوه تحكم لازم دائما تدخلوا ليسباس فيها باسكو راح يديفلوبا الحجم تاعهم هنا دوكا حبيت نديركم ثاني هذوك لي دانيش طوال شوفوا كيفاش نديرو نحو هاد لو كوتي هنايا ثاني الحجم نتوما وكيفاش تحبوه ندير هذه هكا نجي نفتحها منا بهذا الشكل ومن بعد نجيب هاد لاباط لهنا
لها دورة الأولى، دورة ثانية، دورة فيرة فوالا هكذا. قالك قري واش مكمل قرايته فوالا بهذا الشكل، ومن بعد كي تلصق في بعضها يا خي. بعد واش نديرو لها سميه؟ من بعد هنايا بعد ما تديفلوبا نجيب لك كامباتيسيير كيما راهي هكذا، نديرها في الوسط وندخلها الطيب، نديرها لا دوغ. بالنسبه لا دوغ تاعهم كامل وشنو هي؟ عندنا صفر بيضاء مغرفه كريمه سائله، قلنا صفر بيضاء مغرفه كريمه سائله قرصه تاع الملح، خلطيهم مور ما يديفلوباو هما عندهم واحد الشغل يشبه لايغوغراف، يرشوا به الكرواسون تاعهم وكان باش ما يمسوش ما يقعدش. مي هما انا نورمال بالبانسو سيتهم برك حذروا عليهم كي تكونوا ديروهم في البيض في ما تابويوش فوالا. لا دوغ قلنا هذه هي اللي تجي شباب تجي فيها هذيك لابغيونس في الحلوات تاعكم. هنايا قلنا درنا هاد لي موديل، واش بقى لنا سميه؟ نورمالمون درناهم كامل لي موديل. اي قعدت لنا غير هذاك وشنو نيويورك رول هذا اه ساهل هذاك برك لازم لهم اون بورتو بيس يطيبوه فيه. انا هنا كنت نسيت لهم بورتو بيس تاعي مي نورمال نديرو نهار راني معاه ان شاء الله نديرو لهم سالي نيويورك رول سالي او بزاف طوندونس. يلا راهو على الشاشه هذا هو النوع اللي راح توريه لكم الشيف بشرى دوكا الان طريقه كيفاش ديروه. لا بروشان فوا برك ندير لهم العجينه مورقه المخملات على سالي دوك يقول يسموني سالي لا لا ماشي يسموك والفناك انا دائما نقول لهم بشرى خلوها لي في لي سالي والحلويات وكل يشارك لانه كل الفريق يحب لي سالي. وكما قالت السيده العنابيه قالت كل ما تاكلي قولي في خاطر العنابيه خلاص فكروني. شوفي هنا سميه واش نديرو هذه بالنسبه نيويورك رولز هذوك نحكم ثاني هكذا مستطيل نحي هاد لوكوتي منا ونحي هذا وهنا نبدا هكذا نرولي فيها بهذا الشكل هكذا بعد نقلبها بهذا الشكل. هنا درتها شويه رقيقه درتها بزاف شغل عريضه هنا شوفوا نقسموها هكذا نجيب اون بورتو بيس يكون شويه كبير عليها. بعد واش ندير؟ ندير سنيوه فوقها ندير بابي كويسون سنيوه فوقها وندخلها الطيب باش ما تطلعليش باش يقعد هذاك يعني شريك التوراق تاعها يبقى هكذاك. هنا بالنسبه للطياب تاعهم الحاجه المهمه والاهم كي تكون عندكم الوصفه بلا بريباراسيون بلا طريقه تحضير ماش تنجح لكم وصفه، وكي تكون عندكم وصفه وطريقه تحضير وطريقه طهي ما عندكمش ماش راح تنجح الوصفه. يسمى هذه تكمل هذه. بالنسبه لطريقه طهي هاد المعجنات كامل ولا المخبوزات كامل واش نديرو؟ الفوق تاعنا نديرو يسخن واحد 10 دقائق ربع ساعه من قبل، نديروهم على 180 درجه حتى 200 درجه. هنا بالنسبه للفوق بروفيسيونيل اللي يخدموا بفوق بروفيسيونيل ما يحرقش، على بالنا بلي لو فوق بروفيسيونيل ما يحرقش. من الفوق تاع الدار ولا فوق غاز شويه كي تزيدي له بزاف وكم راه راح يحرق لك يسمى ديريه 180 درجه. اللي عندها الفوق تاعها طيب من تحت من بعد من الفوق طيبهم من تحت غير تشوفهم بداو اندوغ دوبلو الفوليوم تاعهم زدو دوبلو يعني في الفوق تعليهم الفوق يتحمروا برك من بعد خرجيهم. هذه بالنسبه لطريقه الطهي تاعهم. قلت لكم هنايا ما يحبوش الفوق يعني فريمون زيت 300 ولا 260 ولا باسكو راح يحرقهم لكم، والحاجه اللي ماشي مليحه يحرقهم يخليهم بداخل ماشي ما تعطيهمش وقتهم باش يتورقوا لك. هنا قلنا 180 حتى 200 واللي فوق تاعها يحرق تخليهم حتى 180 170 يعني ما تفوتش 180 درجه. هذه بالنسبه لطريقه الطهي تاعهم سميه. يعطيك صحة بشرى الكل يعني معلومة لحقتها لكل المشاهدين أكيد لحقتكم كامل المعلومات وشفتوا يعني طريقة طهي كما قالت يعني لاباس ديتوها خطوة أخرى يعني إن شاء الله تزيدوا تعطيكم وصفات أخرى بهذه العجينة المورقة. لحقوا بزاف الإهداءات يلا عائشة يوسفي من القليعة تحية ليك من عند بنتك اللي تقول لك عيد سعيد وكل عام بخير. مرة أخرى أنا نقول لكم نروحوا على فاصل صغير 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 وبعدها نتلقى بكم على طاولة التقديم. مورقة المخمرة الخاصة بالحلويات كنا درنا هكذا تشكيلة من حلويات اللي كنتوا طلبتوها كيما كرواسون كاين هنايا لو بتي بان كنا درنا هنايا كرواسون فوغي شوكولا. هنا واش تحبوا واش يكون عندكم ديروا درنا شويه لي شوسون هنايا درنا دانيش درنا هنايا لي بان سويس ولا نيويورك روز اليوم دايرين حاله. يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه يسلمك سميه شكرا لك. تحبي توجهي اهداء لماماك ولا انا هنا ماما شوفي قد ما نشكرها قد ما قليل صح. حبيت نقول لماما ربي يحفظك لينا يا العزيزه يا الغاليه ويخليك تاج فوق راسي وان شاء الله ربي ما يحرمناش منك ويطول عمرك انت وبابا ان شاء الله. سمية نقدم تحية كبيرة لماماك تاتا بزاف عزيزة عليا ربي يحفظها ان شاء الله ولعجوزتك ثاني ماما مينا ربي يحفظها ان شاء الله ويطول عمرها وان شاء الله جميع ام ولا مام
اخت ولا كما قلتي خاله هكذا تحن على على ولادها ولا على ولد اختها ولا على ولد كما يقول لك خوها ان شاء الله ربي يحفظها ويعطيها صحتها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا نقول دائما تحبوا دائما حبوا كونوا بقلوب يعني بهذيك النيه وهذاك القلب الحنين وهذيك الروح الحيويه فاكيد ربي ان شاء الله راح يجازيكم. نقول لكم نتلاقى بكم غدا ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت لكن ماشي نفس الشيف كريم غدا ان شاء الله راح تكون معايا بوصفات جديده ان شاء الله. بشرى نتلاقى بكم الاسبوع الجاي مشاهدينا غدا ان شاء الله. سلام.